السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ مصطفى. وحياك. الله يرفع قدرك ويسأل الله عز وجل أن يسددك ومن يجري الحق على لسانك. ولك والسامعين بمثل. شيخنا أعزك الله، أريد أن أسأل عن صحة حديث عبد الرحمن بن سمرة حينما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة الحديث إلى أن قال: ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذ. هذا الحديث ليس له أصل ثابت أبدا، ليس لهذا الحديث أصل ثابت أبدا، وإن كانت بعض فقراته تحمل معاني جليلة لكن لا يصح، ثم لا يصح، ثم لا يصح.